الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة الأفاضل إن البلاء في الدنيا شيء لا مفر منه قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة الله قدم الشر عن الخير حتى الخير الذي نراه هو فتنة قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والذي يفهم حكمة الله من البلاء وما أعده الله للصابرين لحمد الله تعالى كثيرا وإلى الذين يقولون لماذا المشاكل التي نراها في الدنيا لماذا لا تكون هذه الدنيا بسلام ونعيش بسلام وما إلى ذلك فهذه ليست الجنة ليست هذه الجنة ولكن الجنة على الإنسان قبل أن يصل الجنة عليها نسبرا على بلاء الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة من مشكلة إلى مشكلة من معضلة إلى معضلة من بلاء إلى بلاء كما أشرنا حتى يلقى الله وما عليه خطيئة فيقول المشكلة التي يعاني منها كثير من الناس لماذا عندهم هذا القلق وهذه المشاكل في الدنيا وهذا الإحباط في الدنيا لأنهم يبحثون عن السعادة ونسينا أن لا سعادة في الدنيا سعادة تكون مؤقتة حتى البلاء يكون مؤقتا أحد الخلفاء قال لأحد الحكماء أوصني وأوجز قال إن هذا الوقت سيمر أي وقت أنت فيه سيمر وقت جميل سيمر وقت غير جميل سيمر فالمشكلة أن الناس تبحث عن السعادة ولا سعادة في الدنيا لا سعادة في الدنيا لا راحة في الدنيا حتى الأنبياء لم يرتاحوا في الدنيا أحب الناس إلى الله لم يرتاحوا في الدنيا بل كانوا أشد الناس بلاء بعض الناس يقول لك لماذا أنا ولماذا يبتليني الله والله لا يحبني لا إذا أحب الله قوما أصاب منهم
فيقول أحد الفلاسفة الغربيين يقول أنا سعيد لأنني تخليت عن السعادة. قال أن البحث عن الأشياء يشعرنا بالنقص. فقيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه قيل له متى يرتاح العبد؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. فماذا تعني ملذات الدنيا إن كان آخرها موتا؟ إن كنت أو إن كنا نستلذ بالدنيا ماذا تعني إن كان آخرها موتا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من النار. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في النار فيقال له هل رأيت غمسة واحدة؟ هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت راحة ونعيم؟ فيقول والله ما رأيت نعيما قط، والله ما رأيت أي نعيم، ما تمتع في الدنيا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال هل رأيت شدة القط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك محنة القط؟ قل والله ما مرت بأي محنة، غمسة واحدة في الجنة. وما عند الله خير وابقى، أفلا تعقلون؟ فالبلاء الذي يصيبنا كله خير، البلاء الذي يصيبنا كله خير، كما إن عرفنا كيف نتصرف في هذا البلاء بالصبر والطاعة. كما يقول أحد الشعراء يعني في ما يأتي من الله سبحانه وتعالى يقول لعل عتبك محمود عواقبه فلربما صحت الأجسام بالسقم، قد تصح الأجسام بالمرض. وهذا معروف عند الأطباء، حتى أن هناك بعض البحوث تقول لك يعني أرجو من كل أحد أن يطلع عليها فوائد المرض يعني للجسم يقوى والمناعة تزيد وما إلى ذلك. فكل بلاء هو خير من الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى وصلاتنا على عباده الذين اصطفى، عباد الله. وإن كان البلاء سببا لغفران الذنوب ورفع الدرجات إلا أن العافية أفضل، وعلى الإنسان أن يسعى للعافية وأن يسأل الله العافية كما أتى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعافنا في من عافيت. فعندما كما أتى كذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو في يعني في القتال وعند ذلك دائما العافية هي أفضل شيء. ممكن نقول أفضل شيء، ولكن العافية يعني ممكن الإنسان إذا أتاه بلاء ربما لا يعرف كيف يتصرف فيه فيدخل في الكفر وما إلى ذلك، فالعافية أفضل. ولكن الله سبحانه وتعالى دائما هو الذي يقدر الأفضل لنا. فالبلاء لا يزيد المؤمن إلا إيمانا، قال الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأوا الأحزاب رأوا القتال، رأوا الأعداء لم يفروا، يقول لماذا الله يبتلينا بهذا القتال؟ لماذا الله يفعل لنا هذا؟ لا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإنسان مثال بسيط، لابد أن يعرف المسلم بأنه بين يدي الله عز وجل، أن كل ما يقدر له هو خير. مثال بسيط، الإنسان لما يأخذ سيارته للشركات الكبرى، شركة كبيرة من دولة كبيرة، مطمئن يعرف أن هذه السيارة لن يحدث لها أي شيء، وإن حدث لها شيء يقول لك لا تخاف سيعوضك، ستعوض. فماذا بالله عز وجل أن يعوضك على صبرك؟ لن يعوضك على المحن التي أنت تعيشها. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحيانا نسيء الظن بشخص يريد لنا الخير ونسيء به الظن، ثم في الأخير يتبين أنه كان يريد لنا الخير، نقول ربما لا يريد لنا الشر، ثم بعد ذلك نستحي من الشخص ونقول له لا يعني ظننا أنك تريد بنا الشر. فهل تعتقد أن الله يريد عبده الشر؟ أبدا. فالبلاء يشعرنا بنعم الله، فالإنسان لن يستطعم الراحة من غير تعب، ولا العافية من غير سقم، ولا الطعام من غير جوع. حتى سبحان الله رمضان، نحن على أبواب رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. هذه الشربة التي نأكلها أول شيء يعني بعد التمر، الشربة والحساء التي نأكلها،
نقول كلنا يقول إذا بيسأل الزوجة والأم يقول لا 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 طعم الشربة مختلف في رمضان عن الأيام السابقة والأيام العادية، فيقول يعني ما هي المواصفات والمقادير، يعني وش السر في هذا الأمر؟ ليش أي سر؟ لا نفس المقادير نفس الماء نفس كل شيء، لكن حسسنا بنعمة تلك الشربة لأننا كنا حرمنا منها بعد الحرمان بعد البلاء الصوم، يعني كذلك ابتلاء وتمحيص بعد البلاء يعني تستسير تلك الشربة، لا فرق بينها وبين الشربة التي كنا نشربها قبل رمضان وبعد رمضان نفس الشيء، إلا أن البلاء يعطيك طعما للحياة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إليك جئنا وأنت جئت بنا، وليس لنا رب سواك ينجينا، فناك رحب وأنت ذو كرم تدعو إلى بابك المساكين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ويا فعال بما تريد، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج همنا وهم المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، وأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحشرنا معه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم عجل بنصرك، اللهم عجل بفتحك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.